بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت البيم 360 جلو على الايباد ورحت الموقع لقيت الملف ما بيتحملش. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الملف نفسه موجود اونلاين. طيب انا عايز احمله من اونلاين يبقى موجود معايا على الايباد بحيث اروح معاه في اي حته. اللي هو عايز تعمل له ريفريش، مجرد بس بتحرك ايديك من فوق لتحت كده تمام هيبدا يعمل ريفريش، يعني بايديك هتنزل بس كده تمام. طيب في علامه زي سحابه كده تمام، فانا بدوس على السحابه وسهم لتحت، ده معناه ان انا بقول له ايه، اعمل لي داونلود على الايباد بحيث لما اروح الموقع ما فيش نت في الموقع، هو اصلا ما فيش في الباك كلها نت، فالملف يفتح معايا على طول تمام. خلينا نفتح الملف دوت اللي هو ميرجد موديل، لان هو بيبقى شامل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال تمام. هو كده متحمل على الايباد فبيفتح بسرعه واقدر اشتغل، وممكن احول الموضوع ده مبقاش فيه نت ويبقى شغال بدون اي مشاكل خالص تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي على اي قطعه من دول ودوست عليها بيطلع لي 3 حاجات. العين ديت معناها ان انا عايز اخفيه هايد. طيب التانية ديت اللي هي دي معناها ان انا عايز اعمل ايزوليت تمام. طيب بعد كده اللي اخر واحده ديت دي معناها ان انا عايز اعرف معلومات عن العنصر دوت، فبيبدا يجيب لي العناصر بيقول لي دي البروبرتيز بتاعتها، النيم، الطيب، الايكون، الهيدن، الريكوايرد، كل الحاجات دي. طيب هدوس هنا على البيت الاساسي بحيث نرجع للشكل الاولاني اللي احنا بدانا منه، واللي اقدر عن طريق ان انا احرك صباع على الماوس بس كده على الايباد ان انا اشوف المبنى من كل النواحي تمام. طيب هاجي هنا الموديل دوت هدوس هنا بيقول لي دي الموديل الموجوده، ممكن اقول له مثلا طب اغفل لي الانشائي، طب اغفل لي الاركتكشر، يظهر بس قدام الميكانيكال زي ما انا عايز تمام. طيب هقول له هنا انا عايز ابدا اشوف اللي هي العين ديت، ابدا اقول له مثلا انا عايز الفيوهات اللي هي الخاصه بالشيرد فيو او الاركتكشر تمام. انا عايز اشوف النورث مثلا يبقى شكله عامل ازاي، طب عايز اشوف الساوز، الايست، الويست، كل الحاجات دي ببدا اشوفها في قلب الملف زي ما احنا شايفين تمام. طيب بعد كده ببدا اعمل مارك اب، يعني مجرد بس بكتب شويه حاجات تمام. دي شويه ملحوظات مثلا، خلينا مثلا في دوت مارك اب 2 ده 1. طيب انا عايز اعمل واحد جديد هقول له نيو، بيفتح لي صوره ابدا انا اكتب الملحوظات اللي انا عايزها، وليكن مثلا اعلم مثلا على الجزء دوت تمام، اقول له في الاخر بعد كده سيف. طيب نوتيفي يعني ابعت الملحوظات دي لحد. طب ابعتها لمين؟ ادوس على علامه الزائد وابدا اكتب اشوف بقى الناس اللي عندي، مثلا في واحد انا اسمه عمر سليم ما اعرفش مين دوت، اقول له ايه سنت تمام. فهيبدا يبعت له رساله، اول ما يفتح المشروع يجي له رساله ده في واحد عمل كذا كذا كذا، بعت لك ملحوظات ابقى شوفها تمام. زي ما انت شايف البرنامج هيفيدك جدا وانت شغال في الموقع بحيث اي ملحوظه تبدا تبعتها وتناقشها مع الناس اللي موجوده في المكتب.